ان شاء الله غادي نحاولوا ندير طيب دابا كنحاول غير نعطيكم واحد الفكره على هذا البروجي والكودر كالعاده راه غادي نخلي لكم في الديسكريبشن. بالنسبه للديتاي ان شاء الله غادي يكونوا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله غادي نحاولوا ندير طيب واش نبقاو نبداو بروجي من الزيرو يعني وبدا تشوفوا الاخطاء اللي كنخليو حتى الاخطاء وداكشي باش تعرف بلي راه ماشي كيكون داكشي سهل يعني راه كيكونوا اخطاء في اي حاجه. هادشي اللي كاين حاولوا تكملوا لا فيديو حتى الاخر باش كما كتعرفوا الالغوريثم ديال يوتيوب راه كيخدم بالدوري ما بقاش كيخدم بلي لايك ولا لي كومونتير زعما واحد الفيديو كيكون فيه لي لايك بزاف ولا لي كومونتير يعني غيطلون صح بقاش داكشي دابا يوتيوب ولا كتخدم بالدوري يعني كل ما كان لا دوري ديال لا فيديو طالع يعني راه الناس عاجبهم وكتبارطاجي للناس الاخرين هادشي راه حاجه لوجيك صراحه عجبتني. مثلا واحد لا فيديو اللي كيكون فيه 8 دقائق وكتلقى الناس مفرجين غير دقيقه 5 دقائق يعني داك لا فيديو راه ما مرغوبش فيه وما عاجبش بنادم داكشي علاش يوتيوب كتخفيه. والعكس ديال ان واحد الفيديو اللي كيكونوا فيه مثلا 8 دقائق وبنادم مفرج 5 دقائق 4 دقائق 6 دقائق يعني راه كاينه افاده في هاد لا فيديو كتبارطاجي اكثر صراحه هادي حاجه مزيانه واخا راه اغلبيه ديال الناس راه كيتفرجوا غير في التفاهه والتخربيق داكشي باش كتلقاو التفاهه وهادشي كتلقاه ملونسي بزاف. المهم معليناش ماشي هذا هو الغرض من هاد لا فيديو. المهم متنساوش ديرو لايك و كومنت لما ديرو باش نوصلو ما عندنا ما نديرو بلي لايك لي كومنت غير هادشي كيبين ليا بالنسبة ليا انا انه راه داك لا فيديو مزيان باش نحاول نحط فيديو اخرين وحتى الا كان ولا ديسلايك كتبين بلي داك لا فيديو راه عيان باش نحاول نحسنو من هادشي القدام. هادشي اللي كاين بلا ما نطول عليكم كما قلت لكم راه تلقاو الكود ديالنا كامل في الديسكريبشن في الجيت هاب و حتى نتوما حاولوا تحطوا لي في لي كومونتير يعني افكار باش ان شاء الله نطوروا من هادشي ديالنا و تهلاو.